فوز معنوي مهم جدا لنادي الزمالك في بداية انطلاقة الدوري الجديد على حساب نادي المقاولين العرب، واحد من الأندية اللي خدت خلاص مساحتها في الكرة المصرية تحت قيادة الكابتن عماد النحاس. نادي الزمالك النهاردة تاني بيحقق فوز معنوي مهم جدا 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 في الفترة الحالية للعيبة نادي الزمالك، طبعا بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا قدام نادي الأهلي، وبعديها الخروج من سيمي فاينال كاس مصر قدام نادي طلاء عجيش. ولكن أنا وصفت الفوز بأن هو معنوي. ليه؟ لأن مازال نادي الزمالك واضح أنه قدامه لسه شغل كتير كتير فني عشان باتشيكو يخرج من البوتقة بتاعة الكرات العرضية. نادي الزمالك مازال 99% من هجماته كلها هجمات من كرات عرضية، مفيش أي هجوم من العمق، مفيش أي اختراقات من على الأطراف على الأرض، كل اللعب كرات عرضية. طبعا كلنا شفنا نادي الزمالك خلال المباراة له أهم فرصتين، أهم فرصتين، الأولى اللي جي منها الجون هدف عكسي من كرة عرضية وهدف عكسي من دفاع نادي المقاولين. الشوط الثاني الهجمة اللي جات لي نادي الزمالك بعيد عن هدف مصطفى محمد برضو كانت كرة جت في العارضة من دفاع نادي المقاولين، وفي الآخر مصطفى محمد طبعا بالمهارة الفردية البحتة، المهاجم العظيم، أفضل مهاجم، أفضل رأس حربة في مصر في الوقت الحالي، قدر إن هو يجيب الهدف الثاني من الكرة التسديدة من خارج منطقة الجزاء. ده ببساطة ملخص الفرص. لكن أداء النهاردة شفنا الأداء بيسير في اتجاه نادي الزمالك ولكن بالشكل المعتاد. نادي الزمالك بيهاجم كرة عرضية، أو ما يتقدم يبدأ يرجع ويسيب الكرة للمنافس ويبدأ يعتمد على الدفاع لغاية لما يخلص المباراة بهدف تاني أو يحافظ على التقدم اللي هو عمل. نادي الزمالك وباتشيكو بدأوا المباراة بالأربعة 4-2-3-1 بالشكل المعتاد، ولكن كان فيه خيارات جديدة النهاردة معانا. أحمد أبو الفتوح دخل في مركز الباك الشمال وعمل دعم نادي الزمالك في المركز ده، وحميد أحداد دخل كبلاي ميكر وشفت مع شيكابالا على الطرف الأيسر وسابه زيزو واخد الجنب اليمين، وفي نص الملعب طبعا طارق حامد مع فرجاني ساسي. نادي المقاولين كابتن عماد النحاس لحد ما غير أسلوبه النهاردة ضد نادي الزمالك ويلعب بطريقة أقرب إلى 4-5-1 في الحالة الدفاعية، وكان بيسيب نادي الزمالك ينقل الكرة، ما بيعملش عليه ضغط عالي في اوقات كتيرة، كان بيسيبهم يخرجوا بالكرة بشكل عادي جدا، ما بيعملش عليهم اي ضغط. ليه؟ ان هو كان عايز يعمل الزون ديفنس ويعتمد على الهجمات المرتدة بنفس الطريقة اللي جاب لو تفتكروا في ماتش الدور التاني لما محمد عصام جاب هدف الانتصار في الثواني الاخيرة. نادي الزمالك كرة في رجل لعبته، مفيش اي ضغط نادي المقاولين، ولكن التركيز كله على الأجنب. الكرة تروح لزيزو، ينضم له حازم إمام، يفرغ المساحة لزيزو أو لحازم، وبعد كده يخش مصطفى محمد داخل منطقة الجزاء، ولكن كل الكرات العرضية اللي كانت بتيجي من لعب عادي كان صعب جدا مصطفى محمد ان هو يعمل لها اي حاجة، لان دخول شيكابالا معاه لمنطقة الجزاء او حتى دخول احداد ما كانش بيساعد نادي الزمالك في الكرات العرضية اللي تتاخد بالراس، يعني مصطفى محمد هو الوحيد الهيدر في الثلاثة، شيكابالا واحداد ما عندهمش القدرة البدنية ان هم يقدروا يعني ينافسوا دفاع نادي المقاولين. بنتكلم على الحسيني وفاروق، اتنين طوال جدا وكان عندهم ميزة في الكرات العرضية، وبالتالي مصطفى محمد غاب جدا. طب امتى نادي الزمالك كان بيقدر يعمل خطورة من الكرات العرضية لو الكرة ثابتة؟ فاول او ضربة ركنية. ليه؟ ان عندك اتنين لعيبة بينضموا، محمد عبد الغني ومحمود علاء، لما بينضموا في الكرات دي بيقدروا فعلا يدوا مساعدة قوية لمصطفى محمد في الكرات العرضية. لعب مباشر، لعب بسيط، ما فيهوش اي فنيات كبيرة، ما فيهوش اي تعقيدات، ما فيهوش اي كيمياء، ما فيهوش اي لوغاريتمات، طريقة عادية، ودي الكرة على الطرف وارمي الكروس، الكرة تروح على الجنب الشمال، تروح ارمي الكروس، لغاية طبعا لما جه الهدف الاول من الكرة العرضية اللي اتلعبت، وكانت ساعتها كان في ضربة ركنية، الكرة اتلعبت وقدر محمود علاء ان هو يغلط الحسيني، وبعد كده الحسيني حطها بالخطأ في مرمى الجون، فك نادي الزمالك وبقت اللعيبة عندها ثقة ازيد وترتاح شوية بسبب الضغط اللي عليهم بسبب بطولتين اللي خسروهم في خلال اسبوع. تعالوا نادي الزمالك كالعادة بنشوف بعديها على طول في رد فعل من المنافس ايا كان من هو الاسم،
ايا كان من هو الاسم، على طول هتلاقي ان الكوره بيبقى هو الاكثر استحواذا، هو الاكثر فرصا، هو الاكثر سيطره على المباراه. ونادي الزمالك بيتراجع بحكم ان هو متقدم في النتيجه وخلاص خد اللي هو عايزه، لعب اقتصادي بحت. نادي الزمالك برضه بيكمل بيه اسلوب الموسم اللي فات، وهذه النقطه اللي كنت بقول لكم عليها، اسلوب اللعب ده ربما ما يناسبش فريق عايز ينافس على دوري ومحتاج نفس طويل، لان طريقه اللعب دي هتتفهم المنافسين وكمان الفرق المتوسطه او القليله اللي ما بتهاجمش هتتعبك اكتر، لان اسلوبك ده بيريحهم. هم كل مستنينه ان هم ما يتعبوش في الجري، هم كل مستنينه ان هم يلعبوا الكره العرضيه وهم يعملوا اكبر عدد من التكتل في نص ملعبهم او في منطقه جزاهم، بداوا يطفشوا الكوره. تفتكروا ماتش الزمالك وانبي السنه اللي فاتت الدور الاول، كابتن حلمي طولان فضل واقف في نص ملعبه ما بيهاجمش خالص، معتمد على الهجمات المرتده، لغايه لما محمد شريف لما كان معارض لنادي انبي بالنادي الاهلي في الدقيقه 90 جاب الهدف الثاني. فاسلوب لعب نادي الزمالك هو نفس الاسلوب، مفيش كره على الارض، مفيش تحركات بدون كره، مفيش 1-3 بتتلعب زي مثلا بتشوفها في النادي الاهلي، مفيش تنوع في الهجمات، الهجمات مباشره. وبالتالي نادي المقاولين فضل من بعد هدف نادي الزمالك هو المسيطر تماما على مجريات المباراه. والشوط الثاني السيطره دي وسعت تماما بنزول الثنائي محمد سالم ومحمد عصام، فعلا اللي شكلوا خطوره كبيره قوي على مرمى جنش برده في من خلال الكرات العرضيه. ولكن برده نادي المقاولين لازم اشيد بحته ان هم في هجماتهم كانوا بيحاولوا يفرغوا في الشوط الثاني المساحه اللي ما بين المساك وما بين الفول باك، كان دايما محمد عصام بيحاول يتطرف عشان يطير الجناح من المساحه دي، وشفنا نادي المقاولين اخترق دايما من عند منطقه الجزاء هنا ومن عند منطقه الجزاء هنا. ده تكتيك محترم جدا من الكابتن عماد النحاس انه يلعب عليه ويقدر يخلق فرص، ولكن برضه نادي المقاولين اعتمد على الكرات العرضيه والضربات الثابته. بس في وجهه نظري حسن الشامي كان لازم الكابتن عماد النحاس لما لقى ان هو ارسل كام كره عرضيه مش مظبوطه ومش متقنه، كان لازم يعمل قرار بتبديل اللي يرمي الاوفر، لان خلاص حسن الشامي بقى بيلعب الكره البالونه. يعني ايه؟ بيلعب الكره العاليه قوي اللي بتنزل وبتاخد وقت عشان توصل للمنطقه وراس المهاجم، وبالتالي ده كان بيدي مساحه او مسافه وقت ومساحه وقت لابو جبل انه ياخد قراره ويطلع يمسك الكره بسهوله، وبالتالي خطوره الضربات الثابته لنادي المقاولين كانت قليله شويه بسبب اسلوب حسن الشامي في ارسال الكرات العرضيه. المباراه استمرت لغايه النهايه بهذا بالريتم ده وبالشكل ده، لغايه طبعا مستوى محمد مهاره فرديه بحته، مهاره فرديه يعني اصيله لمصطفى محمد. خد الكوره وركن الكوره في المقص لابو السعود، كان صعب جدا هو يعمل لها حاجه. عشان كده تاني بقرر فوز معنوي مهم لنادي الزمالك في التوقيت الحالي في ظل المشاكل اللي بيمر بيها النادي والاخبار السلبيه الكتيره، وبالتالي الماتش والثلاث نقاط يدوا برهه من الراحه للفرقه وللجمهور ان هم يبداوا يشوفوا المرحله الجايه بشكل افضل. طبعا ماتش نادي الزمالك القادم ماتش قوي جدا جدا قدام نادي بيراميدز اللي تلقى برضه خساره مفاجاه النهارده قدام نادي الاتحاد، وطبعا رمضان صبحي مش هيلعب ماتش نادي الزمالك لان تم طرده بعد ما حصل على الانذار الثاني بعد نهايه مباراه الاعتراض على الحكم، وبالتالي رمضان صبحي مش هيتواجد مع نادي بيراميدز يوم الخميس الجاي. ولكن ماتش اكيد مهم جدا لنادي الزمالك في اول اربع اسابيع صعبه، ان الزمالك لعب المقاولين، بيراميدز، سموحه، النادي الاهلي في الاسبوع الرابع. طبعا اربع اسابيع قويه جدا في البدايه لنادي الزمالك، لكن في كل الاحوال احنا كمتابعين اكيد هنستمتع بالبدايه القويه للدوري الموسم ده. ده كان تحليلنا النهارده لمباراه نادي الزمالك والمقاولين. مبروك نادي الزمالك الثلاث نقاط، هارد لك نادي المقاولين، واستنوني ان شاء الله بكره وتحليل لمباراه حامل لقب الدوري وبطل دوري ابطال افريقيا وبطل الكاس وبطل الثلاثيه الاخيره النادي الاهلي في مباراته الاولى بالدوري امام مصر المقاصه بكره ان شاء الله في نفس الميعاد. شكرا جزيلا، كنت معاكم كريم سعيد.